بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في سلسلة شوف فيلم اخترت قبل كده افلام عظيمة جدا حبيتها وتأثرت بيها واستمتعت وانا بشوفها، زي فيلم The Godfather الاب الروحي، زي فيلم روكي، زي فيلم المصارع. افلام الحقيقة في التاريخ لا يمكن تتنسي، ولا يمكن حد يقدر لما يشوف افلام ويقرر يشوف سينما يقدر يبعد عنها، لازم الاول يبدأ يشوفها. الافلام دي فيها تركيبة فنية وإنسانية عظيمة جدا. فيلم The Godfather كان بيعرض حالة الشر بشكل جميل جدا، مجموعة من الناس اللي خارجين عن القانون اللي بيشتغلوا في الدعارة أو بيشتغلوا في تهريب الخمور، وقتها كانت الخمور في أمريكا كانت ممنوعة، أو حتى في لعب القمار، صلاة القمار والحاجات دي. الكان العظيم في فيلم ذا جاد فاذر انه رسم شخصيه الشرير بشكل جميل خلاك تحبها. النهارده بنشوف مع بعض سلسله تانية او جزء من سلسله شوف فيلم، بس عايزين نشوف مجموعه من الافلام اللي تخصصت بس في الشر، افلام خدت الاوسكار لان الممثل قام بدور عظيم جدا، والممثل كان شرير، ما كانش البطل هو الخير او اللي كان بيدافع عن الخير زي ما احنا متعودين، لا. الفيلم اللي هنشوفه النهارده فيلم بيتكلم عن حاله شذوذ عقلي، مرض نفسي عظيم جدا، واحد مريض باكل لحوم البشر. المشكله الاكبر في هذه الشخصيه انه طبيب نفسي، انه متخصص في علاج هذه الشخصيات المريضه نفسيا، لكنه هو نفسه مريض نفسي. الفيلم اللي قام ببطولته هوبكنز، هذا الممثل العبقري اللي ظهرت عبقريته في هذا الفيلم. الفيلم مش مجرد ممثل عبقري ولا كاتب سيناريو دقيق في كتابته وموهوب وقدر يرسم حالة عظيمة جدا وتماسك وانتقال، ولا مخرج كمان قدر ينفذ المكتوب وأدار فريق عمل بشكل مهني عالي للغاية وأيضا من خلال موهبة، لا. الفيلم ده كله على بعضه إبداع فني إنساني أظن أنه صعب جدا يتكرر. لذلك من 1991 اللي اتعمل فيه فيلم صمت الحملان The Silence of the Lambs، هذا الفيلم لم يستطع فيلم آخر أنه ينافسه. صحيح في 10 أفلام خدت الأوسكار اللي احنا هنتعرض لها، وكان كل بطل فيها بطل شرير بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة أو في موقف أو في مواقف أو في تاريخ مختلف، لكن هذا الفيلم صمت الحملان الغريب فيه ان انت وانت بتشوف الفيلم بتبقى خايف بجد، خايف لحسن هذا الممثل يقرب منك، يقرب من الشاشة، يقرب من الكاميرا. الفيلم بدأ زي ما هنشوف، أول لقطة فيه كانت في غابة، وكانت الممثلة اللي بتقوم بدور البطولة كانت بتجري في هذه الغابة. جودي فوستر ممثلة العظيمة اللي خدت أيضا جوائز أوسكار كانت في الفيلم ده، أهو زي ما احنا شايفين أول لقطة للغابة وضباب ومش قادرين نفهم إيه اللي جاي، وحد بيتشعبط في حبال وبيحاول يخرج من الغابة. هنعرف بعد شوية إن الغابة دي هي مكان لتدريب. كلاريس هي بتدرس علم نفس وسلوك للمجرمين، ودراستها هذه بتدرسها عشان تشتغل في الـ FBI، وهي بعد ما خلصت الدراسة بتتدرب. الفيلم بدأ وهي في مرحلة التدريب النهائي اللي هيتم تعيينها بعدها على طول. بنبدأ الحكاية بأن هذه الشخصية شخصية الشرطية اللي عندها استعداد تبذل جهد عظيم جدا، كلها مقدمات للشخصية عشان نقدر نفهم ان احنا داخلين مع شخصية عندها قوة وعندها هدف تستطيع انها تصل، لذلك التدريب كان تدريب عنيف. ثم بعد شوية بنتعرف على المهمة الاولى لها كمحترفة او واحدة انهت المرحلة التدريبية وممكن يتم تعيينها لو نجحت في المهمة دي. الفيلم مركز جدا على شخصيتين رئيسيتين، شخصية جودي فوستر الممثلة اللي هتقوم بالدور الرئيسي في الفيلم، والممثل العبقري اللي قام بدور الشرير
أنتوني هوبكنز. هذا الممثل اللي قلنا في البداية لما الكاميرا كان بتقرب منه أنا كمشاهد كنت بخاف. الشخصيتين مفيش بينهم أبدا أي نوع من لا التساوي ولا الخبرة، واحدة لسه بادئة متدربة وواحد دكتور عظيم جدا في علم النفس السلوكي وقادر كويس يسيطر على أي شخصية تقرب منه. لذلك لما قالوا لها روحي علشان تبدأي تكتبي لنا تقرير، الراجل اللي بعتها رئيسها او اللي المفروض انه ممكن يبقى رئيسها في المستقبل اختارها لانها كانت طالبة نابغة متقدمة جدا وحب يستخدمها كطعم، ما كانش بعتها عشان تعمل تقرير تقدر من خلاله تفيدهم، لا ده كان مستخدمها كطعم للأسف عشان تقدر تجيب معلومة عن قضية تانية هنعرفها أثناء الفيلم، قضية قاتل متسلسل آخر. هذا القاتل بيقوم بنوع من الجرائم محدش قادر يوصل له ولا يعرف مين هو إلا هذا المجرم اللي مقبوض عليه. المجرم المقبوض عليه ده لما تشوف الفيلم وتدخل وتقرب هتلاقي ان كل الشرطة خايفة منه، ان البوليس اللي بيحاول او الضباط اللي بيحاولوا يتعاملوا معاه بيتعاملوا دايما من خلال مسافة بينهم وبينه لانه بيقدر يسيطر على اللي قدامه سواء من خلال الحوار لانه بيقدر يخترق النفس وايضا من خلال النظرات، واذا استطاع انه يمسك فهو بياكل مباشرة البشر اللي يصلوا اليه. فاحنا بنتكلم هنا عن شخصية مركبة معقدة مرعبة. الرعب مش في القتل ولا في الدم، الرجل الممثل العظيم ده قدر يجسد حالة الرعب في هدوءه في نظراته في أسئلته في حركته في الرسم حتى اللي بيرسمه. الحوار اللي دار بين الممثلة اللي كانت بتقوم بدور كلاريس وبين هذا الممثل العبقري اللي بيقوم بدور الدكتور هانيبال ليكتر، الممثل اللي هو أنتوني هوبكنز، أول حوار دار بينهم بيبان مباشرة أن الراجل قادر يوصل لنفس هذه المتدربة ويقدر ياخد منها معلومات رغم أنها رايحة ومتحذرة قوي. فعايزك وانت بتشوف خد بالك العلم ممكن يعمل إيه. هذه القصة هي قصة شبيهة لقصص أخرى ظهر مجموعة من الأفلام بدءا من 1986 عن هانيبال. هانيبال اللي هي مجموعة آكلي لحوم البشر، مجرمين آكلي لحوم البشر. الحقيقة دول بيكونوا مرضى نفسيين، لكن هم مرضى ليه؟ هم ازاي بيمرضوا بأنهم يقتلوا الإنسان ويستمتعوا بأكل لحم البشر؟ وهل هؤلاء الذين يستمتعون بأكل لحوم البشر فقط المرضى الذين في السجون أو في المستشفيات؟ الحقيقة الفيلم عايز يقول رسالة تانية مهمة جدا حضرتك هتعرفها وانت بتشوف. الفيلم بيقول احنا عايشين في مجتمعات مريضة جدا، وبينبهنا ان ممكن قوي يكونوا الناس اللي بيحكمونا او الناس اللي بنتعامل معاهم او الناس اللي بنشتغل معاهم ممكن جدا يكون شكلهم جميل ومنمقين واصحاب علم واصحاب مراكز، لكنهم من أكلة لحوم البشر. هو بينبهنا وبيقول لنا خدوا بالكم المجتمعات بتاعتكم مجتمعات مريضة. الفيلم اتبنى على شخصية جودي فوستر اللي هي قامت بدور كلاريس، واتبنى أيضا على أنتوني هوبكنز اللي قام بدور الدكتور ليكتر. لكن برضو كان فيه شخصية ثالثة، الشخصية الثالثة دي اللي هي شخصية سكوت جيلين. سكوت جيلين أو كروفر كبير المحققين اللي اختار كلاريس عشان هي اللي تقوم بالدور في كشف بعض المعلومات أو في أخذ بعض المعلومات من ليكترز أو الدكتور ليكترز. هذا الرجل كان قايم بدور رئيسي أيضا في الفيلم، لكن ما كانش هو الشخصية المحركة. كان في شخصية محركة تانية، شخصية مجرم قاتل متسلسل وكان مريض نفسيا بأنه عنده شذوذ جنسي وهو يرى نفسه امرأة مش رجل، راح علشان يغير نوعه أو جنسه راح لأكتر من مستشفى ورفضوا يغيروا له نوعه أو جنسه. برضو كاتب السيناريو والمخرج والفيلم كله بيقول لك هنا خد بالك الناس المرضى نفسيين أو المرضى في الشذوذ الجنسي هؤلاء أنتم الذين تصنعونهم، أنتم اللي بتمرضوهم، ولما تمرضوا شخصية ربنا خلقها في صورة معينة وتعتدوا عليهم في الصغر فيطلعوا عندهم شذوذ،
انتوا بتخلقوا وحوش، الوحوش دي هترجع تدمر مجتمعكم وتدمر حياتكم. شخصية القاتل المتسلسل اللي بتدور حول الأحداث غير الشخصية الرئيسية اللي هو شخصية بافلو بيل، راح أكتر من مستشفى عشان يحول الجنس ما قبلوش، راح للدكتور ليكترز عشان يعالجه وهو عارف تفاصيل حياته، فزقوا عليه المحققة دي اللي لسه تحت التدريب وجديدة يمكن تعرف تخلص منه أي معلومات لأنه هيكون أقل حذر معاها بما أنها واحدة متدربة وما عندهاش خبرة. بس الحقيقة هذا المريض نفسيا اللي بتدور حوله كل أحداث الفيلم كان بيخطف النساء البدينات اللي جسمهم ممتلئ، وبعد ما يقتلهم يسلخهم ويشيل الجلد بتاعهم ويفصل منهم توب جلد للجسم عشان يلبسه على نفسه ويعيش حالة انه امرأة وليس رجل. الفيلم مليء بمشاهد الرعب او الخوف، ارجو ان الاطفال الصغيرين نكون حذرين جدا وهما بيشوفوا الفيلم ده، لكن وانت بتشوف الفيلم انتبه كويس للحوار اللي بيدور بين ليكترز وبين كلاريس، شوف الدكتور المريض نفسيا وهو بيخترق حياة وذكريات هذه المتدربة اللي المفروض انها جاهزة عشان تدير حوار زي ده واللي رايحة واخدة بالها لحسن يخترق ذكرياتها، شوف ازاي قدر يخترق ذكرياتها، ودور واسمع وافهم يعني ايه صمت الحملان، لان هذه المحققة لها علاقة بعنوان الفيلم صمت الحملان. مش عايز احرق الفيلم على حضراتكم، ومش عايز اقول هم ليه كانوا بيتكلموا عن الحملان او ايه علاقة الحملان بهذه المحققة النفسية السلوكية كلاريس. كلاريس اللي نشأت في مدينة كان أبوها ضابط في هذه المدينة، ضابط شرطة أو قائد شرطة، وكان في لحظة ما بيحاول يقبض على 2 مجرمين فتقتل، بتعيش أيضا حالة نفسية مرضية، ورغم أن شكلها سليم نفسيا ورغم انها كملت دراستها ودخلت في سلك الشرطة، فبرضو عايز يقول ان حتى الاصحاء مننا عندهم امراض نفسية. في كمان شخصية هتشوفوها واظن مش هتحبوها، رغم انه المفروض يعني يكون في الجانب الخير او جانب الخير، الشخصية دي شخصية دكتور نفسي وفي ايضا في سلك الـ FBI، وهذا الدكتور النفسي هو المشرف على الدكتور ليكتر والمشرف على الاسم السجن اللي محبوس فيه ليكتر. هذا الدكتور النفسي من الوهلة الأولى ومن اللقطة الأولى بيحاول يغازل كلاريس، عشان المخرج وكاتب السيناريو يقول لك ان اوعى تاخد يعني تتعامل مع هؤلاء اللي في المكانات العظيمة دول دي انهم ناس اصحاء، او دول ممكن جدا يكونوا ناس مش مظبوطين، ورغم انهم في مكانة او اماكن مرموقة لكن ممكن جدا يكون علاقتهم بالآخرين علاقة مش مظبوطة ويكون نفسيا أيضا عندهم أمراض نفسية. هذه الشخصية أنا شخصيا ما حبيتهاش لسببين. السبب الأول أنه كان محب أول نفسه، ومن الوهلة الأولى حب يستخدم أو يستغل هذه المتدربة عشان يخرج معاها ويقضوا ليلة كده ولا حاجة، وهي جاية تقوم بدور يعني، فهو قال ما فيش مانع أن إيه أروق نفسي يعني أتبسط معاها ولا حاجة. النقطة الثانية أنه في الوقت اللي هي قدرت تحقق فيه نجاح حب يخطف منها النجاح، وفعلا طلع وعمل مؤتمر صحفي ونسب لنفسه النجاح اللي حققته. فعايزين نشوف هذا الرجل برضو ونفهم ان هؤلاء الذين في مناصب وفي شرطة وفي غير شرطة ممكن جدا يكونوا مرضى نفسيين مما يشاهدونه او مما يحتكون به مع مجرمين، فممكن جدا يصابوا هم نفسهم بمرض. لكن الحقيقة الملفت للنظر ان كل اللي لهم علاقة بطب النفس اللي ظهروا في الفيلم كلهم كانوا ليسوا اصحاء نفسيا. فهل دي الرسالة الفيلم حب يقولها، ان الناس اللي بيشتغلوا في علم النفس هم اصلا مجانين، هم اصلا بيتعدوا من المرضى النفسيين فبيصبحوا مرضى زيهم؟ الفيلم متركب على الفكرة دي، ان حتى هؤلاء الذين يعالجوننا نفسيا ممكن جدا تكون نفسيتهم مش سليمة. انا حبيت اعرض على حضراتكم هذا الفيلم عشان اولا تستمتع، لان عايز استمتع، انا بحب اشوف سينما واستمتع بيها، وعايزك وانت بتشوف تاخد بالك رسالتي الاساسية في هذه السلسلة
واللي بعض الأصدقاء اللي بيتابعوني على القناة بتاعتي في اليوتيوب لاموا علي، بل في بعضهم قال لي إن أنت يعني بتتكلم كلام غلط لما بتحاول تخلي كل فيلم بتتكلم عنه بتقول إنه له أهداف غير الأهداف الفنية. أنا الحقيقة عايز أقول وأعيد وأكد إن مفيش عمل فني بيتعمل أبدا بدون هدف. صحيح الهدف الأول ممكن يكون تجاري عشان يكسبوا فلوس، الهدف الثاني عشان يعملوا متعة، الهدف الثالث عشان يسيطروا أو يوصلوا رسائل. مفيش حاجة اسمها تشوف سينما وانت مش واخد بالك. شوف سينما، استمتع، بس خد بالك اوعى يضحك عليك. عايز الفت انتباهك كمان لنقطة مهمة جدا في الفيلم. المخرج وكاتب السيناريو خلوا الفيلم ينتهي بنهاية مفتوحة. النهاية المفتوحة دي نهاية خطيرة جدا. شوف الفيلم واعرف ليه اختاروا النهاية المفتوحة، وهل النهاية المفتوحة دي رسالة لينا، ولا الفيلم كان عايز يتعمل منه نسخة تانية واكتفوا بنسخة واحدة. صمت الحملان اللي خد أوسكار أفضل فيلم سنة 92 وخد أوسكار أفضل ممثل رئيسي، هوبكنز هو اللي خد أوسكار أفضل ممثل في هذا الفيلم، والحقيقة كان يستحق أنه ياخد الأوسكار وأنه ياخد جوائز كتير. الفيلم فعلا حصد جوائز أخرى، كل ما كان يدخل في مسابقة ما كان ياخد جوائزها. هذا الفيلم وجهة نظري أنه لم يتكرر في التاريخ السينما العالمية حتى الآن. وهذا ماجد عبد الله يحييكم.